السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب يكون الجميع بخير. ان شاء الله هنكمل مع بعض كورس الماشين تول ديزاين. طبعا احنا كنا وقفنا مع بعض عند شابتر 3 في اخر ليكتشر. ان شاء الله هبتدي اشرح من اول الشابتر مرة تانية عشان اللي ما كانش موجود يبقى متابع معانا. الشابتر هيمشي ازاي؟ طيب، الشابتر بتاعنا بيتكلم على الميكانيزمات اللي بتستخدم في الماشين تول. طبعا احنا كنا اتكلمنا في اول شابتر اللي هو خاص بشابتر الانترودكشن، يعني ايه ماشين تول، وقلنا ان الماشين تول هي ماشين بتزود بكاتنج تول، بتقوم بعملية ميتال كاتنج، بتعمل عملية قطع في المعدن عن طريق ان هي بتشيل الاكسس ميتال اللي بيخرج في صورة تشيبس عشان تحول لي الرو ماتيريال لفاينل برودكت، والفاينل برودكت ده بيبقى ليه سايز، بيبقى ليه شيب، بيبقى ليه اكيوريسي، بيبقى ليه دايمنشنز شكل محدد. طبعا الماشين تولز اتفقنا ان في انواع مختلفة من الماشين تولز، فالتيرنينج ماشين او الانجل ليس بقول عليها ماشين تول، الشيبر ماشين بقول عليها ماشين تول، الجرايندينج ماشين، البروتشنج ماشين، الميلينج ماشين، الدريلينج ماشين، كل دول بصنفهم ان هم ماشين تولز بيستخدموا كاتنج تولز باشكال مختلفة عشان يبتدوا يعملوا عملية ماشينينج او ميتال كاتنج بالنسبة للرو ماتيريال ويحولوها لفاينل برودكت. طيب، اتكلمنا بعد كده على المين بارتس او الاجزاء الرئيسية من الماشين تولز، وقلنا ان الاجزاء الرئيسية اللي انا محتاج اعمل لها ديزاين داخل الماشين تول هي الدرايف، الجير بوكس، السبندل، السلايد واي، الاستراكشر او المين استراكشر بتاع المكنة. كل الكلام ده اتفقنا ان دي الاجزاء الاساسية او الكومن اللي موجودة في معظم الماشين تولز. بعد كده ابتدينا نتكلم على الترانسميشن ريشيو وازاي بعمل عملية نقل للحركة، سواء كانت الحركة دي روتري موشن او ان انا بحول الروتري موشن لترانسلاتوري موشن من خلال مجموعة من العناصر. خدنا منها الجير درايف، خدنا منها البيلت درايف، خدنا منها التشين درايف، وعرفنا ازاي بحسب الترانسميشن ريشيو اللي هي بتتمثل في الاوتبوت سبيد على الانبوت سبيد، او الريشيو ما بين عدد الاسنان، او الريشيو ما بين الديامترز بتاعت الاليمنت اللي بتنقل. بعد كده بقى ابتدينا ندخل في شابتر 3. شابتر 3 النهارده هنتكلم على الميكانيزمات اللي بتستخدم داخل الماشين تول. طبعا في البداية هبتدي اعرف حاجة اسمها الدرايف سيستم بتاع الماشين تول، تعريفه عبارة عن ايه. هنتكلم على انواع كتيرة جدا من الميكانيزمات اللي بتستخدم داخل الماشين تول. هنعرف الجير بوكس درايف، هنعرف حاجة اسمها الستيب كوم بولي درايف، هنعرف حاجة اسمها الستيب بولي ويز باك جيرينج، في حاجة اسمها النورتون ميكانيزم، في حاجة اسمها الميندر ميكانيزم، في مجموعة تروس بتسمى البيك اوف جيرز، في مجموعة ميكانيزمات بتستخدم السلايدنج جيرز، في حاجة بتستخدم الكلو كلاتش او الجو كلاتش، في ميكانيزمات بتديني الستيبلس موشن او بتستخدم ستيبلس درايف وبتدي انفاينايت سبيد. كل الكلام ده هنبتدي نعرضه داخل الشابتر بتاعنا. طبعا الشابتر كبير فهنقسم الشابتر على حسب وقت الليكتشر بتاعتنا. طيب، لو بدأنا نتكلم على الدرايف بتاع الماشين تول،
زي ما اتفقنا ان الدرايف بتاع الماشين تول هو سيستم او مجموعة من الميكانيزمات اللي بتستخدم عشان تبروفايد الموشنز للاوبريتيف ممبرز. بمعنى ان انا مثلا لو بصيت على حاجة زي السبندل بتاع المخرطة، انا محتاج اديله روتري موشن او المين كاتنج موشن اللي هيبتدي يحرك بيها الورك بيس. حاجة زي الكاريج او العربة اللي موجود او متثبت عليها التول بوست اللي راكب فيه الكاتنج تول بتاع المخرطة، محتاج ان انا احركه. حاجة زي الكروس سلايد. يبقى كل الكلام ده انا بشوف ايه هو الدرايف، ايه هي الميكانيزمات اللي انا اقدر استخدمها داخل الماشين تول عشان ابتدي احرك العناصر دي او الاوبريتيف ممبرز دي. طيب الماشين تول درايف في منه نوعين، في حاجه اسمها ستيبد درايف وحاجه اسمها الستيبلس درايف. الستيبد درايف اختلافه او فرقه عن الستيبلس درايف ان هو زي ما قلنا قبل كده ان الستيبد درايف انا باخد منه سرعات محدده، يعني عدد محدد من السرعات، زي مثلا الجير بوكس درايف. بمعنى ايه؟ لو انا بصيت على الجير بوكس اللي في المكنه، او بصيت على مثلا الجير بوكس اللي موجود في عربيه مانيوال، هلاقي ان الفتيز بتاع العربيه بيديني سرعه اولى، سرعه ثانيه، سرعه ثالثه، سرعه رابعه، سرعه خمسه، الريفيرس. الكلام ده عن طريق انه بيعشق زوج من التروس مع بعضه. يبقى انا عشقت الزوج الاول خدت السرعه الاولى، الزوج الثاني خدت السرعه الثانيه، ان بتوين بقى ما اقدرش اجيب سرعه ما بين الاثنين. يبقى انا في ستيبت، في حاجه محدده ببتدي احصل عليها، يبقى انا مش هقدر اخد عدد لا نهائي من السرعات. يبقى ده موجود في الجير بوكس درايف، في الستيب بولي درايف اللي هي اللي احنا اتعاملنا معاها قبل كده، ان انا بقسم الديامترز على بعضها او عدد الاسنان على بعضها او السرعات على بعضها، فببتدي احصل على الترانسميشن ريشيو او السرعه المحدده دي. بينما الستيبلس درايف هو بيديني عدد لا نهائي من السرعات، زي مثلا حاجه اسمها السي في تي، وده حاجة بتستخدم في مثلا العربيات الاوتوماتيك، وهنشوف الميكانيزم ده بيشتغل ازاي. بيعتمد على اشكال مختلفة من البوليز، بتسمى كوم بولي. الكوم بولي دي ليها شكل معين، وتغيير الترانسميشن بتبقى فيها فاريشن كبير جدا، باخد عدد لا نهائي من السرعات. زي برضو الهيدروليك درايف، انت بتدرس جزء اللي هو الخاص بالهيدروليك داخل الكورس بتاعنا. في جزء الهيدروليك اللي انت بتاخده بيبتدي يستخدم كمين درايف للماشين تول، فبيديك ستيبلس او سرعات لا نهائيه. يبقى انت بتستخدم ضغط فلويد عن طريق بامب، عن طريق فالف، عن طريق سيركت معينه اللي هي اللي انت درستها، بتبتدي تحصل على السرعات اللانهائيه دي. فده الفرق ما بين الستيبت والستيبلس. طيب لو بنتكلم على الجير بوكس درايف، هنتكلم داخل كل شكل من الاشكال او كل ميكانيزم من الميكانيزمات ايه هي المميزات بتاعته. طبعا الجير بوكس هلاقي هو الاشهر بالنسبه لي في الماشين تول، بيبقى كومباكت ديزاين، بيبقى ريليابل، بس مشكلته ان هو ما يقدرش يديني عدد لا نهائي من السرعات او الفاريشن الكبير في السرعات. وعند السرعات العاليه الهاي سبيد بيبقى ليه لو ميكانيكال افشنسي. لو بدانا نتكلم على التروس او اشكالها اللي بتستخدم داخل الجير بوكس، هلاقي ان في تنويعة كبيرة من الاشكال بتاعت التروس اللي بتستخدم داخل الجير بوكس. في حاجة اسمها السلايدنج جيرز، في حاجة اسمها الكلو كلاتش، في حاجة اسمها البيك اوف جير، في حاجة اسمها الكومبوزيت جير تشينج، وهنشوف الكلام ده في الميكانيزمات. طيب نبدأ مع بعض كده نتكلم على اول ميكانيزم،
وده يمكن عرضناه في المحاضرة الناس اللي حضرت. اتكلمنا على الستيب كوم بولي درايف. هنقول بسرعة الميكانيزم ده بيشتغل ازاي. الستيب كوم بولي درايف المفروض لو بصيت على الشكل اللي قدامي ده هو عبارة عن ستيب بولي. يعني انا عندي كوم بولي او بولي على شكل مخروط ومتدرجة في الاقطار بتاعتها. يعني مثلا الشكل اللي قدامي بيمثل كوم بولي بتتكون من 4 ستيبس. يبقى انا بقول 4 ستيبس يبقى الاربع مراحل دول، يبقى انا عندي A B C D. طيب الكوم بولي دي المفروض لو انا بادئ من تحت من الالكتريك موتور، الالكتريك موتور بيبقى عليه شافت، الشافت ده راكب عليه بولي درايف بولي بتدي للدريفن بولي اللي فوقيها عن طريق الفي بيلت ده. جميل. لو الموتور بيخرج سرعة واحدة يبقى معنى كده الشافت ده هيدور بسرعة، هينقل السرعة دي للعمود اللي فوق، يبقى العمود اللي فوق ده او تاني عمود هيبتدي يدور بسرعة واحدة من خلال الترانسميشن ريشيو اللي انا حققتها هنا. يبقى يا اما البوليس دي هتاخد السرعة اللي خارجة من الموتور تعمل لها ريدكشن، يا اما هتعمل لها انكريز على حسب مين اللي راكب درايف ومين اللي راكب دريفن. طيب الشافت ده دار بالسرعة اللي جياله من العمود بتاع الموتور عن طريق الزوج ده او عن طريق البيلت درايف. العمود ده لما يلف هيلفف لي الكوم بولي دي اللي هي مكونة من 4 ستيبس اللي هي H G F E. البيلت قدامي دلوقتي في انهي وضعية؟ مع الشقلي ال H او موصل ال H مع البولي اللي ايه. طبعا ده العمود بتاع السبندل، والسبندل ده بيبقى المين شافت بتاع المكنة. ده طبعا مثلا زي اللي موجود في المخرطة اللي هو الهولو شافت اللي بيركب فيه او بيركب على نهايته التشاك او الزرق، وبيركب او يتثبت فيه الشغلة اللي انا عايز احركها. فبالتالي لو انا الموتور ماشي كده على الوضعية دي يبقى الحركة هتتنقل من هنا لهنا ويبتدي السبندل يلف معايا. طيب بعد كده لو انا عايز اخد سرعة تانية، سرعة مختلفة، يبقى انا هنقل البلت ده، البلت ده اروح نقله هنا. طيب البلت ده بيتنقل ازاي؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان انا في امكانية ان انا احرك العمود ده بالجزء اللي عليه، يعني بقربه شوية من العمود ده، يعني بقلل الديستانس دي. لما اقلل الديستانس دي السير بيحصل له ارتخاء واقدر افكه من الاتنين بوليز دول واركبه على الاتنين بوليز اللي بعده. يبقى انا هنا خدت السرعة التانية، بعد كده اقدر اعمل نفس الحركة وافك وانقل هنا، وافك وانقل هنا. يبقى معنى كده الشكل اللي قدامي او الستيب كوم بولي اللي قدامي ده هيخرج لي 4 سبيدز، هيطلع لي 4 سرعات للسبندل. يبقى انا لو بادئ مستخدم موتور ليه ار بي ام كبيره مثلا وببتدي اعمل ريدكشن للسرعات دي او ببتدي اخد فاريشن من السرعات، يبقى انا بالتالي اقدر احقق ان السبندل يدور بالسرعات دي. طبعا اتكلمنا قبل كده في نقطه السرعات دي وقلنا انا ليه محتاج ان المين سبندل او العمود الاساسي بتاع المكنة يلف باكتر من سرعة. اتفقنا ان الماشين تول هي ماشين بتقوم بعملية ميتال كاتنج او ماشينينج، فبتبتدي تشتغل على وورك بيسز مختلفة، يبقى نوعيات مختلفة من الماتيريالز. ممكن اشغل كبر، ممكن اشغل المونيوم، ممكن اشغل ستيل. فبالتالي الفاريشن اللي موجود في الرو ماتيريال دي بيتطلب وجود سرعات. الكاتنج تولز نفسها اللي انا بستخدمها الماتيريالز بتاعتها مختلفه، يبقى بالتالي محتاج عدد او فاريشن في السرعات. لو انا بتكلم على السيرفيس فينيش بتاع الفاينل برودكت اللي انا عايز اخرجه، يبقى انا محتاج فاينل برودكت بسيرفيس فينيش مختلف، فده برضو محتاج ان انا استخدم عدد مختلف من السرعات. يبقى بالتالي لابد ان يبقى فيه درايف
الدرايف ده قد يكون عبارة عن بوليز، قد يكون عبارة عن جيرز، قد يكون عبارة عن ستيبلس ميكانيزم. كل الكلام ده هنبتدي نشوفه عامل ازاي. يبقى ده كده ميكانيزم بسيط جدا بيستخدم داخل الماشين تولز، التراديشنال ماشين تول. طيب لو بصيت بعد كده على الاوتبوت سبيد لشكل زي ده، نفس الكلام، العمود ده داخل له انبوت وده العمود بتاع الاوتبوت اللي عليه السبندل. لو انا عايز اعرف عدد السرعات اللي هيطلع، احنا اتفقنا ان كل زوج بيبتدي يديني ترانسميشن ريشيو او بيبتدي يديني سرعه. يبقى الاي مع الاتش هيدي سرعه، البي مع الجي هيدي سرعه، السي مع الاف هيدي سرعه، والدي مع الاي هيدي سرعه. يبقى انا لو نقلت البلت ده ما بين الستيبس دي او ما بين الاقطار المختلفه بتاعت البوليز هبتدي اخد سرعات. لو بصيت على الكلام ده كمعادلات، ده طبعا الشكل بتاعي اهو، ده ميكانيزم مشهور قوي. هتلاقي ان انا بحط الكومبولي المدرجه بالشكل ده بالوضعيه دي، والكومبولي المقابله ليها بتتحط بالوضعيه المعاكسه ليها، بحيث ان يبقى اكبر قطر هنا قصاد منه اصغر قطر هنا. طبعا البوليز دي بتبقى غالبا متماثله في الشكل بتاعها بنفس الاقطار، بس واحده عكس الثانيه. الشكل ده هتلاقيه موجود في الورشه عندك في المكنه بتاعت المتقاب او الدريلنج ماشين. لو فتحت الجير بوكس بتاعها هتلاقي ان هي بتستخدم حاجه زي كده. طبعا ده بيديني المين سبيد بتاعت المكنه. لو حبيت اطلع السرعات بتاع الكلام ده، يبقى انا عندي ان واحد هتنتج من ان الان انبوت هتدخل. طبعا احنا عارفين ان الان اوتبوت، ان اوتبوت بتساوي او الترانسميشن ريشيو بقسم الان اوتبوت على الان انبوت، اللي هي بتساوي الريشيو ما بين الاقطار بتاعت الدرايف والدريفت. يبقى انا هنا لو محتاج اطلع السرعه الاولانيه دي، بقول ان الان انبوت بتتضرب في الدرايف، الدي بتاع الدرايف اللي هو دي اتش، على الدي بتاع الدريفن اللي هو دي اي. يبقى دي اول سرعه. لو انا نقلت البلت للمرحله الثانيه هنا، يبقى الان 2 هي عباره عن الان انبوت مضروبه في الدي بتاع الجي مقسوم على الدي بتاع البي. لو انا حبيت اجيب السرعه الثالثه، يبقى هنقل البلت، هقرب المسافه دي او هقلل الديستانس دي، وابتدي ارخي السير وابتدي احركه ما بين السي والاف. يبقى الانبوت في الاف في الدي اف على الدي سي. السرعه الرابعه هي الانبوت في الدي اي على الدي دي. يبقى ده كده شكل الميكانيزم بتاع الستيب كوني الستيب كومبولي درايف. المميزات والعيوب بتاع الميكانيزم ده، لو انت بصيت على الميكانيزم ده هتلاقي ان هو سيمبل ميكانيزم مكون من عدد من البوليز والبلت درايف. طبعا بيكون ايكونوميكال ديزاين، سيمبل ديزاين. مهم جدا ان انت الديزاين بتاع الدرايف او الجير بوكس او المكنه عموما يبقى يتميز بالبساطه في التصميم وعدم التعقيد، عشان يقدر اي حد يتعامل مع الماشين. لان انت بتتعامل ان في اوبريتور او عامل هو اللي هيقف قدام الماشين تول دي. طبعا بيبقى عندي السموث راننج. السموث راننج يبقى انا بتكلم على ان مفيش نويز عالي قوي اثناء الحركه، زي مثلا التروس لما بتعشق مع بعضها، زي السبروكت والتشين. فبالتالي انا باخد من الميكانيزم ده السموث راننج. بيديني هاي ميكانيكال افشنسي. العيوب بتاعته بقى ان هو لو انا محتاج عدد كبير من السبيد ستيبس بيبقى نوت فيزبل، يعني مش واقعي او مش منطقي انه يتحقق. ليه بقى؟ لو انا عايز مثلا 24 سرعه، مش من المنطقي ان انا هحط فوق مثلا 12 24 بولي وتحت 24 بولي عشان اقدر احصل على الكلام ده. او لو هرتبهم بترتيبه تانية الاقي ان العمليه مش منطقيه ان انا اقدر احصل على السرعات الكتيره دي. فبالتالي هو ليميتد لعدد سرعات معين.
واراعي برضو ان هو يبقى كومباكت ديزاين، الديزاين ما يكبرش مني، ما الاقيش الجير بوكس واخد مثلا مساحة قد نص المكنة فبالتالي يأثر على باقي الديزاين بتاع المكنة. السبيد تشينج بيبقى تايم كونسيومينج، طبعا انت عشان تبتدي تغير سرعة هنا زي ما اتفقنا ابتديت بوقف وابتدي اقرب المسافة دي وابتدي افك البيلت وابتدي انقله على الجزء التاني، طبعا ده بيستهلك وقت فبالتالي بيزود لي في التايم بتاع البرودكشن. الخطورة في عملية الشيفتنج للدرايف بيلت، انت لما بتيجي تعمل تقرب الديستانس دي عشان تبتدي تنقل السير من مكان لمكان ده بيمثل خطورة اثناء النقل على الاوبريتور نفسه او اللي بينقل السير، لان المسافة بتبقى ضيقة جدا خصوصا لو الميكانيزم ده موجود جوه المكنة، هتلاقي ان في صعوبة في عملية نقل السير وفي خطورة اثناء ما بيمد العامل ايده عشان ينقل السير من مرحلة لمرحلة. ده كده الميكانيزم الاول. الميكانيزم الثاني ده ميكانيزم، طبعا قبل ما نتكلم على الميكانيزم الثاني هنعرف بس حاجة بسيطة، ان الجير بوكسز اللي بتستخدم مع الماشين تول في منها حاجة اسمها السبيد جير بوكس وفي حاجة اسمها الفيد جير بوكس. يعني ايه؟ احنا عارفين ان عملية الماشيننج بيبقى فيها حاجة اسمها المين موشن والفيد موشن. المين موشن اللي هي مثلا لو انا بتكلم على مكنة زي المخرطة بقول ان هي الحركة الاساسية بتاعة السبندل البروفايد للورك بيس، يبقى المين موشن الورك بيس بتاخدها تبتدي تلف الحركة الروتري. طيب السرعة بتاعت السبندل دي بتبقى جاية من خلال جير بوكس عن طريق الموتور بتاع المكنة، الجير بوكس اللي ادى السرعة للورك بيس دي اللي هي بتاع السبندل او المين سبندل ده بنسميه سبيد جير بوكس، يبقى عبارة عن جير بوكس بيديني السرعات الأساسية بتاعت المكنة، بينما في سرعات للتغذية عشان ابتدي احرك باقي الاوبريتيف يونت، فبالتالي في جير بوكس تاني بيسمى فيد جير بوكس. يبقى انا بدي او بيبقى في صندوق تروس للتغذية وصندوق تروس للسرعات، وفي بعض الاحيان انه بيبقى هو صندوق تروس واحد وبيبتدي يعمل السرعات او يديني السرعات للماشين كلها. طبعا هنشوف الكلام ده. لو انا بتكلم على الميكانيزم الثاني هو ميكانيزم اسمه ستيبد بولي درايف ويز باك جيرز. في مجموعه من التروس بتسمى الباك جيرز، الباك جيرز دي بتستخدم داخل الميكانيزم، طبعا الميكانيزم ده موجود عندك في الورشه بتاعت الكليه في مكنه المخرطه، وانا راسم لكم رسمه دي هنا داخل الليكتشر هي بالظبط نفس الميكانيزم اللي موجود في المكنه ونبتدي نشرح. طيب نشرح هنا فكره الميكانيزم بتاع الستيبد بولي درايف ويز باك جير. الستيبد بولي درايف ويز باك جيرز المفروض ان هو ميكانيزم يعتبر سبيد جير بوكس، جير بوكس بيديني السرعات الاساسيه بتاعه المين سبندل. شكل الميكانيزم واضح عندي ان طبعا في جزء هنا مقطوع، الجزء ده اللي هو البيلت ده، البيلت ده جاي من تحت من عند الموتور، يعني لو في موتور تحت والموتور ده بينقل من العمود بتاعه للعمود اللي فوق فبالتالي المفروض هنا في بيلت. يعني ايه؟ يعني المفروض انا عندي هنا كون بولي، الكون بولي دي مكونة من 4 ستيبس اللي هي A B C D. طيب دول راكبين فين؟ دول راكبين على الاوتبوت شافت، ده العمود اللي مكتوب عليه السبندل، يبقى ده الاوتبوت شافت بتاعي. طيب قصاد الاربعة بوليس دول المفروض في اربعة تانيين موجودين تحت هنا اللي هم جايين من عند الموتور زي ما شفنا في حالة الستيبد بولي درايف من شوية. طيب جنب الكون بوليس دي موجود بانيون جير، الترس اللي اسمه بي ده البانيون جير،
هلاقي ان البانيون جير والستيبد بوليز دي او الكوم بوليز دي موجودة على السبندل بس فري، يعني مش متثبتة على العمود. معناها ايه ان هي فري او مش متثبتة على العمود؟ معناها ان الحركة لو جت كده دورت البولي اللي اسمها بي او الاي ما تدورليش العمود الا في حالة واحدة هنقولها بعد شوية. يبقى انا معنى كده ان الاي بي سي دي اللي هي الكومبولي دي فري على العمود، وكمان معاهم البينيون جير ده اللي اسمه بي ده مش متثبت على العمود. طيب في ترس موجود على العمود اللي هو الترس اللي اسمه اس، الترس ده المفروض ان هو بقدر اثبته على العمود من خلال الكي هنا، يبقى فيه هنا كي اهو مكانه بيبتدي يثبت لي الترس ده على الاسبندل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي متثبتة على العمود هو الجير اس. جميل. في بن معمول في الهاب بتاع الترس ده اهو، ده بن. البن ده معمول له تجويف داخل الكومبوليزي، يعني انا اقدر اسحب البن ده لبره او اقدر ادخله. لو سحبته لبره بقى الجير اللي اسمه اس منفصل تماما عن الستيبد بولي دي وعن البينيون جير ده. لو انا دخلت البن ده لجوه زي الشكل كده بقى المجموعه دي كلها بلوك واحد وبقت متثبته مع العمود وتقدر تدور الاسبندل. يبقى فكره التثبيت هنا ان في ترس واحد هو اللي متثبت عن طريق الكي، وبقدر اعمل كونكشن بينه وما بين البوليس دي عن طريق البن ده. طيب موجود فوق عمود موازي للعمود بتاع الاوتبوت. العمود ده عمود لا محوري بيبتدي ينزل ويطلع، يعني عنده إمكانية إنه يتحرك لفوق ولتحت عن طريق اليد دي. يبقى في دراع هنا، الدراع ده بيرفع لي العمود ده وبينزله. طيب العمود ده موجود عليه ترسين، ترس اسمه كيو وترس اسمه ار. الترسين دول هما اللي بنسميهم الباك جيرز، ودول اللي بتيجي منهم الحركة العكسية للسبندل. يبقى الاسبندل ده هياخد حركة عن طريق جزئين، يا اما هيدور عن طريق البوليس دي. وامتى يدور عن طريق البوليس؟ لو انا دخلت البن ده للداخل، يعني انا خليت البوليس دي متثبتة في العمود. يا اما هخرج البن ده وابتدي اعشق التروز دي، لان احنا دلوقتي الوضعية بتاعت التروز بتاعت الباك جيرز اللي هي الكيو والار مع البي والاس مش متعشقه. يبقى انا هنا مفيش حركه جايه من خلال التروس. لو انا نزلت بالدراع ده وخليت التروس دي الكيو عشق مع البي والار عشق مع الاس، يبقى في الحاله دي الحركه هتبقى جايه لي عن طريق الباك جيرز، بس بشرط ان البن ده يكون فين؟ للخارج. يبقى ده فكره الميكانيزم بتاعي. طيب لو انا بصيت بقى، ده طبعا الشرح بتاع الكلام اللي احنا قلناه كامل، لو انت قريته هتبتدي تلاقي شرح الميكانيزم بالكامل. طيب تعال نبص بقى على الميكانيزم بتاع الباك جير اللي موجود في الماشين تول اللي موجوده في الورشه عندك. لو انت بصيت بالظبط كده هتلاقي ان الموتور موجود تحت في اسفل الماشين تول. الموتور المفروض بيخرج لي الـ N input، السرعة اللي بيدور بيها. لو انت بصيت على الميكانيزم ده هتلاقي ان موجود 2 bullies او كوم بولي مكونة من 2 steps. ديامتر الاولان اسمه D1 والديامتر الثاني اسمه D3. فوق الـ step bully دي او الكوم بولي دي موجود كوم بولي تانية محطوطة بوضعية مخالفة ليها ومكونة من 2 steps برضو. يبقى معنى كده ايه؟ الموتور ده لو بيدور بسرعة واحدة بيدور الشافت ده بسرعة واحدة، يبقى معنى كده ان العمود اللي فوق منه ده هيدور بكم سرعة؟ هيدور بسرعتين. ازاي؟ لو انا وصلت الحركة عن طريق دي واحد مع دي اتنين من خلال البلت، يبقى دي السرعة الاولانية. لو انا نقلت البلت ده هنا خليت دي تلاتة ودي اربعة هما اللي شغالين، يبقى هيدور لي العمود ده بسرعة تانية. يبقى العمود الاولاني بتاع الموتور بتاع الانبوت هيدور بسرعه،
هيخلي العمود اللي فوق يدور بسرعتين. طيب لما ده يدور بسرعتين يبقى عنده متركب عليه كوم بولي تانية مكونة من 3 ستيبس، دي 5 ودي 7 ودي 9. حلو، لو انا بصيت فوق هلاقي العمود بتاع الاسبندل اللي هو راكب في نهايته اللي تشك او الظرف بتاع المخرطة اللي هيركب فيه الشغل. حلو، لو انا بصيت دلوقت هلاقي ان العمود بتاع الاوتبوت او بتاع الاسبندل راكب عليه كوم بولي مكونة من 3 ستيبس اللي هما دي 6 ودي 8 ودي 10، وراكب البانيوم جير اللي اسمه زد 1، وراكب الترس الكبير اللي اتفقنا عليه اللي هو بيبقى متثبت عن طريق الكي على الاسبندل، وراكب البن اللي احنا بعمل بيه كونكشن او بعمل بيه وصل ما بين الترس ده وما بين المجموعه الفري دي، يبقى دول فري على العمود بينما دول فيكسد، دول فيكسد، دول فيكسد عشان تتم الحركه او نقل الحركه. جميل، بعد كده في العمود اللامحوري اللي احنا اتفقنا عليه اللي بيبقى موجود عليه الباك جيرز، يبقى زد 2 وزد 4 دول اللي بنسميهم الباك جيرز، ودلوقتي دي اليد اف اللي بتبتدي تقرب لي الترسين او تعشق لي التروس دي مع بعضها. حلو، الوضعية دلوقتي عبارة عن ايه؟ انا فاكك التروس يبقى مفيش تعشيق للباك جيرز، موصل البن مخلي البن ان مشاور بالسهم اهو ان انا زائق البن ده للداخل، يبقى معنى كده ان الترس اللي متسبب بالكي ده بقى ماسك الجروب ده على بعضه او الكون بولي دي على بعضها، بقى دول كلهم بلوك واحد. جميل، بعد كده يبقى انا بشتغل على حالة الدرايف فروم ستيب كومبولي، يبقى انا كده هدور العمود ده من خلال الكومبولي، ماليش دعوة بالتروس دي، يبقى التروس دي مش مؤثرة في الشكل اللي قدامي ده. حلو، طيب لو انا عايز السرعات هاخد كام سرعة؟ نبص كده، لو انا ركبت البلت في الوضعية الاولانية ان دي واحد مع دي اتنين، يبقى اول حاجة السرعة انبوت هتدخل دي واحد هيدور الدي اتنين، دي اتنين هتدور العمود هيدور لي التلاتة دول. لو انا حاطط البلت هنا يبقى دي خمسة تدور دي ستة اهو. لو انا بصيت على السرعات نمسك اول سرعة ان انبوت هتدخل هيكون متوصل دي واحد مع دي اتنين، يبقى دي خمسة مع دي ستة، ادي اول سرعة تدور لي الاسبند. بعد كده اخلي البلت مكان اللي تحت ان انبوت دي واحد على دي اتنين، بس هنقل البلت على الوضعية التانية اللي هو دي سبعة مع دي تمانية. بعد كده اخلي البلت مكان دي واحد على دي اتنين، وانقل البلت اللي هنا اخليه ما بين تسعة وعشرة يدور لي الاسبندل بالسرعة التالتة. كده انا خدت تلات سرعات وهو البلت موجود هنا ما بين دي واحد ودي اتنين. لو انا نقلت البلت ما بين 3 و 4 اهو، يبقى بنفس التغييره بتاعه البلت ما بين ال 3 بولز دول هاخد 3 سرعات تانيين، يبقى انبوت في 3 على 4 في 5 على 6، انبوت في 3 على 4 في 7 على 8، انبوت في 3 على 4 في 9 على 10. يبقى انا كده حصلت على 6 سرعات باستخدام الستيب كومبولي، يبقى بدون استخدام مين؟ بدون استخدام الباك جير. طيب بعد كده الشكل اللي قدامي نفس الجير بوكس بس حصل فيه تعديل، ايه اللي حصل؟ لو بصيت هنا انا ابتديت اخلي البن اوت، سحبت المسمار ده للخارج، فبالتالي اصبح الجروب ده فري على العمود. يبقى انا لو مشيت الحركه نفس الحركه اللي فاتت هلاقي ان الاسبندل مش هيدور، لازم عشان الاسبندل يدور توصل له الحركه، والحاجه الوحيده اللي متثبته عليه هو الترس ده. يبقى انا بعمل ايه؟ بروح نازل باليد دي بنزل العمود ده كده بحيث ان الترس زد 2 يعشق مع زد 1. لو انا بصيت في الرسمه اللي فاتت انا كنت فاصل التعشيق هنا، يبقى ما كانش فيه اتصال ما بين التروس، هنا يبقى بقى فيه اتصال ما بين التروس او فيه تعشيق للتروس،
وفي البن اوت، يعني السرعه ما تخرجش من هنا، العمود ما يدورش من خلال الكومبولي، لا ده يدور من خلال مين؟ الباك جيرز. ازاي؟ ادي السرعات السته الثانيه باستخدام الباك جيرز، اللي هو هبدا ان انبوت هتدخل هتعدي على دي واحد دي اتنين، البلت هنا ما بين خمسه وسته، يبقى دي واحد دي اتنين دي خمسه دي سته، لحد هنا كانت السرعه بتخرج امتى؟ لو البن ده للداخل والتروس دي مش متعشره. طيب على الوضعيه الجديده بتاعتنا، لما السرعه توصل هنا هتلاقي ان البوليس دي ما عندهاش المقدره انها تدور العمود لانها مش متثبته او انها فري على العمود، فهتروح السرعه ماشيه ازاي؟ هتمشي من العمود للترس اللي هو زد واحد، يبتدي يحرك زد اتنين، زد اتنين عن طريق الجلبه دي هيبتدي يحرك زد اربعه، زد اربعه يبتدي يعشق مع زد تلاته، زد تلاته فيكسد على العمود يبتدي يدور العمود. يبقى السرعه مشي ان ام دي واحد دي اتنين دي خمسه دي سته، زد واحد زد اتنين زد اربعه زد تلاته اهو. يبقى انا كده حصلت على سرعه جديده، لان لحد هنا لو انت كنت حاسب السرعه اللي فاتت كانت هتطلع بقيمه، ان انت لو ضربت دول لحد هنا هيديك قيمه السرعه، زاد عليهم ايه؟ زاد عليهم البارامتر ده او القيمه دي، يبقى انت لو ضربت في القيمه دي حصلت على سرعه جديده، يبقى في ست سرعات جداد. بنفس الكيفيه بقى السرعه الثانيه، يبقى البلت هنا مكانه يبقى 1 على 2 7 على 8 1 زد 1 على زد 2 زد 4 على زد 3 بنفس الطريقه. ان انبوت دي 1 على دي 2 في 9 على 10 في زد 1 على زد 2 في زد 4 على زد 3. يبقى انت كده حصلت على ست سرعات تانيين باستخدام الباك جيرز. يبقى من هنا اقدر اقول مميزات وعيوب الميكانيزم ده. اول ميزه في الميكانيزم ان هو برضو سيمبل وايكونوميكال ديزاين، السموث راننج نتيجه ان انا بستخدم كومباينيشن ما بين الجيرز وما بين البوليز او البيلت درايف، فبالتالي بيبقى ليس نويز. ان انا قدرت اعمل اهم ميزه ان انا عملت دوبليكيتنج للاوتبوت سبيد بعدد اقل من اليونتس، ابتديت احصل على 12 سرعه للميكانيزم ده. يعني انا لو عملته بالميكانيزم الاولاني كنت محتاج 12 بولي فوق و12 بولي تحت عشان اقدر احصل على ال 12 ترانسميشن ريشو، لا هنا انا استخدمت عدد اقل من اليونتس وابتديت احصل على السرعات بتاعتي. الديس ادفانتج بتاعته او العيوب بتاعته ان انا لو محتاج لارج نمبر اوف سبيد، يعني لو محتاج اكتر من 12 سرعه، مثلا عايز 24 سرعه، هلاقي ان العمليه صعبه في الديزاين ده، تلاقي نفسك ان انت عايز تعمل جلب وعايز تركب تروس وعايز تركب عدد اكبر من البوليز، هتلاقي ان الحركه اتعقدت وان التروس ابتدت تخبط في بعضيها او اليونتس تخبط في بعضيها والديزاين ما بقاش منطقي او واقعي، فبالتالي ده من ضمن العيوب بتاعته. الحاجه الثانيه ان هو السبيد تشينج بيبقى تايم كونسيومنج وبيبقى فيه خطوره في عمليه الشيفتنج بتاع الدرايف بيلت، ان انا عشان انقل البيلت من مرحله لمرحله هنا او هنا ده بيمثل خطوره بالنسبه لي. يبقى ده كده بالنسبه للميكانيزم بتاع الستيب بولي درايف ويز باك جيرز. الميكانيزم الثالث، طبعا الميكانيزم اللي فات بتاع الباك جير ده يعتبر سبيد جير بوكس، يعني جير بوكس بيدي السرعات الاساسيه بتاعت المكن. في جير بوكسز ثانيه بتدي الفيد سبيد، السرعات بتاعت التغذيه. السرعات بتاعت التغذيه عشان ابتدي احرك الاوبريتيف يونتس بتاعتي المفروض ان هي بتعتمد على مجموعه من الميكانيزمات. من ضمن الميكانيزمات دي ميكانيزم بيسمى الفيد جير بوكس ويز جير كون، يعني احنا كنا من شويه بنستخدم حاجه اسمها الكون بولي، يعني بولي على شكل كون او على شكل مخروط مدرجه في الاقطار بتاعتها. المره دي هنستخدم جير كون اللي هو مجموعه من التروس مدرجه في الاقطار بتاعتها اند سلايدنج كي،
او دايفنج كي، وده اللي معتمد عليه الميكانيزم او اللي قايم عليه الميكانيزم ببساطه كده. طبعا ده الشرح بتاع الكلام اللي هنقوله. المفروض ان انا بيبقى عندي درايف شافت ودريفن شافت. الدرايف شافت راكب عليه مجموعه من الكون او الجير كون زي ما احنا شايفين، اللي هو زد واحد اللي هو من هنا لحد هنا. طبعا الداش لاين ده او السنتر لاين ده بيمثل البيتش سيركل ديامتر. يبقى انا من هنا لهنا ده اول ترس اللي هو زد واحد، في ترس اصغر شويه اللي هو زد ثلاثة اصغر منه في الديامتر، اصغر منه الزد خمسة، اصغر منه الزد سبعة. يبقى انا عندي تدرج في الاقطار بتاعه الترس. قصاد الاربع تروس دول موجود اربع تروس تانيين مقلوبين الناحيه التانية او معمولين بوضعيه زي بتاعه الكون بولي بالظبط. هنا زد 2 اهو، زد 4، زد 6، وزد 8. جميل. ملاحظ حاجه مهمه جدا في الشكل ده، ان الثمان تروس مع الشقين مع بعض في وقت واحد، وده طبعا قلنا ما ينفعش ان انا اعشق اكتر من زوج واحد في وقت واحد، خصوصا لو التروس دي كانت متثبته. معنى الشكل اللي قدامي ده ايه؟ ان لازم مجموعه من التروس دي تكون فري، لانه ما ينفعش الشكل ده، ما ينفعش ان يبقى 7 و8 و6 و5 و3 و4 و2 و1 كلهم بيدوا او بينقلوا الحركه، لان لو انا جاي للاوتبوت شافت ده جاي له سرعه من 7 على 8 وفي نفس الوقت من 5 على 6 ومن 3 على 4 ومن 1 على 2، ده يعمل لي عمليه كسر الاسنان بتاعت التروس، او ممكن يعمل لي تويستنج للعمود. يبقى بالتالي ما ينفعش الشكل ده، بس ينفع في حاله واحده، ان لو في مجموعه من التروس دي محطوطه فري على العمود، وهو ده اللي حاصل. الدريفن شافت او الشافت بتاع الاوتبوت ده هو هولو شافت، عمود مجوف من الداخل، والعمود ده موجود جوه منه حاجه اسمها الدايفنج كي او سلايدنج كي. يبقى انا عندي هنا دايفنج كي هنا، او جزء خبور بيتحرك داخل الشافت هنا. الكي ده بيتحرك ازاي؟ المفروض في هنا ليفر او دراع مع سبرينج، في سوسته زي سبرينج كده، اقدر اشد الدايفنج كي ده لورا كده وابتدي اضغط السوسته، فبيبتدي الضغط السوسته او السبرينج ده، وبعد كده بسحبه خلال العمود هنا او الهولو شافت ده، ببتدي اعمل له سلايدنج، عشان كده اسمه دايفنج كي او اللي هو السلايدنج كي. يبقى السلايدنج كي بيتحرك خلال العمود هنا. جميل. انا كده ضغطه على السبرينج ده، بمشي بيه لحد ما اوصل عند الترس اللي انا عايز اثبته. سي مثلا انا وصلت عند زد 4، انا طبعا راجع بده لورا وضغطه على السوسته، اول ما اسيب هيروح رادد من السوسته او السبرينج اللي هنا ويروح راكب في التجويف بتاع الترس زد 4. يبقى اصبح دلوقت ان كل التروس دي زد 8 وزد 6 وزد 2 كلهم فري على العمود، يعني مش هيدوروا العمود فما فيش خوف منهم. بينما اللي حصل له تثبيت دلوقت هو مين؟ هو زد 4. طيب هتقول لي انا في مشكله ممكن تحصل، ان التروس دي لو انا عملتها زي الكون بولي اللي شفناها من شويه، يعني خليتها كلها متلاصقه في بعضيها، معنى كده ايه؟ ان في امكانيه ان الراس بتاعت الدايفنج كي ده تمسك ترسين مع بعض. يعني انا وانا بسحب كده وبعمل سلايدنج وبسيب عشان الراس بتاعت الدايفنج كي ده تمسك في الترس، ممكن تمسك لي ترسين مع بعض. فالديزاين عمل حاجه كويسه هنا، ان هو حط ما يسمى بالسبيس رينج. يبقى هو حط هنا زي ووشر مثلا او ورده او سبيس رينج تفصل ما بين التروس. يبقى هنا اهو في الرسمه في سبيس رينج هنا، في سبيس رينج هنا، في سبيس رينج هنا. ده ليه؟ الغرض منها ان انا اسمح ان الراس بتاعت الدايفنج كي ده
تمسك ترس واحد، ما تمسكليش ترسين مع بعض، لان لو مسك الترسين مع بعض ده هيعمل مشكله زي ما قلنا ان الحركه هتبقى جايه من زوجين مش من زوج واحد. يبقى بالتالي ده فايده السبيس رينج اللي موجوده في الرسم. حلو، معنى كده على الوضعيه اللي قدامي دي، لو انا هبص وقلت لك طلع لي الاوتبوت سبيد بتاع الشكل اللي قدامي، يبقى السرعه اللي خارجه دلوقتي لو ده الدرايف شاف، يبقى الان انبوت هتدخل هتدور كل التروس دي، بس الترس الوحيد اللي بينقل الحركه هو مين؟ الزوج بتاع زد 3 لزد 4، لان زد 3 هيبقى فيكسد على العمود وزد 4 بقى فيكسد على العمود اللي فوق لان انا ثبته عن طريق الدايفنج كي. خدت السرعه من الزوج ده، عايز انقل ابتدي اسحب العمود ده اخرجه من الترس زد 4 وابتدي اسحبه اعمل له سلايدنج كده على العمود واروح سايبه يروح ماسك زد 2 او ارجعه لورا ويمسك زد 6 وهكذا. يبقى ده فكره الدايفنج كي. ده شكل او حاجه سامبل كده للميكانيزم اللي فات. ده كده راصص لي مجموعه التروس اللي هو الجير كون اللي هو زد 1 زد 3 زد 5 زد 7، وده الدريفن شافت اللي انا عايز ادوره اللي هو 2 4 6 8. طبعا ده الدايفنج كي او الرمز بتاعه. فبالتالي نفس الكلام لو انا عاوز السرعات دلوقتي، هقول لك ان انا لو عايز السرعه ان 1 يبقى دي الدرايف شافت، يبقى الان انبوت هتدخل هتعدي على زد 1 يدي لزد 2، بس بشرط ان الكي ده اسحبه واجيبه عند الزد 2، يبقى ماسك زد 2 مع العمود. او ان انبوت تدخل 3 يدي الاربعة، بس بشرط ان الراس بتاعت الدايفنج كي ده تبقى ماسكه زد 4، او زد 5 على زد 6 وضعية الدايفنج كي هنا، او 7 على 8 زي الشكل اللي قدامي ده. يبقى دي كده السرعات بتاعتي. طبعا انا اقدر اكرر السرعات دي او ازود في عدد السرعات بحيث ان انا اخد عدد اكبر من الترانسميشن ريشيو. مميزات وعيوب الميكانيزم ده ايه هي؟ مميزات وعيوب الميكانيزم ان الميكانيزم بيعتمد على سيمبل كنترول، كل الترانسميشن اللي موجودة عندي بتعتمد على سنجل ليفر، الدايفنج كي اللي بيتحرك ده هو اللي بيتحكم في الميكانيزم كله. طبعا بيبقى كومباكت ديزاين، الديزاين بتاعه كومباكت محكوم، بيمكنني ان انا اخد من 8 ل 10 ترانسميشن سنجل جروب. ممكن اعمل بالشكل اللي فات ده، الشكل اللي فات ده اداني اربع سرعات، ممكن اعمل منه لحد 10 ترانسميشن. ممكن استخدم هيليكال جيرز. طبعا قصه الهيليكال جيرز احنا بناخد تورك اعلى لما يكون هيليكال جير. طيب امكانيه الهيليكال جير ليه؟ انت هنا التروس مع الشقه مع بعض طول الوقت، يعني مش هتحتاج ان في تروس تفك من بعضها وتبتدي تعشق مره ثانيه. فبالتالي انا ممكن استخدم هيليكال جير اللي هي تروس الاسنان بتاعتها مايله، بحيث ان انا مش هتعرض لحته الفك والتعشيق كتير، فبالتالي هي التروس موجوده هتبتدي تديني تورك اعلى. طيب العيوب بتاعت الميكانيزم ده، اول عيب الميكانيزم كله معتمد على الدايفنج كي، فالكي ده ممكن يتكسر لانه ضعيف جدا، فبالتالي لو اتكسر وقف لي الميكانيزم كله. اللو ريجيديتي بتاعت الدريفن شافت نتيجه ان انت عامل لونج كي واي، يعني ايه؟ يعني انت هنا عامل الكي ده بطول العمود، فده بيضعف من الريجيديتي بتاعت العمود او بتاعت الشافت. الباور لوس، الباور لوس كبير جدا والوير كبير جدا، لان كل التروس دي مع الشقة مع بعضها وبتحتك مع بعض في نفس الوقت اللي هو زوج واحد هو اللي بينقل الحركة، بينما باقي التروس دي بتلف على الفاضي. يبقى أنا التروس عمالة تعشق مع بعضيها أو بتدور مع بعضها وبيحصل وير وبيحصل لص، وزوج واحد هو اللي بينقل لي الحركة. الحاجة الأخيرة طبعا مقدرة الميكانيزم ده بالرغم ان هو ممكن يستخدم هيليكال جير، هو المقدرة بتاعته ما يقدرش يديني لارج تورك. ليه؟ لان هو الميكانيزم كله معتمد على سيمبل ليفر زي ما قلنا، معتمد على الدايفنج كي،
ميكانيزم مش اللي هو يدي التورك العالي، مش اللي هو ان انا استخدمه كسبيد جير بوكس. يبقى ده كده الميكانيزم التالي. الميكانيزم الاخير اللي هنتكلم عنه النهارده هو ميكانيزم مهم جدا وموجود برضو في الماشين تول بتاع المخرطه اللي موجوده في الورشه عندكم. الميكانيزم ده بنسميه الفيد جير بوكس ويز تمبلر جير. يبقى احنا خدنا حاجه اسمها الجير كون، وخدنا حاجه اسمها الستيبد بولي او الكون بولي، وهناخد حاجه اسمها التمبلر جير او الجير بوكس ويز تمبلر جير. طبعا نوع الجير بوكس ده هو فيد جير بوكس، يعني الميكانيزم ده هو والميكانيزم بتاع الباك جير هتلاقيه موجود في مكنه مخرطه في الورشه تحت. الاثنين موجودين في مكنه واحده، واحد بيدي السرعات الاساسيه بتاعه المكنه وواحد بيدي سرعات التغذيه. الميكانيزم ده مشهور قوي واسمه النورتونز جير. طيب فكره النورتون ايه هي؟ طبعا انا كاتب لك هنا ان الكون اوف جيرز عباره عن من 1 ل 8. طبعا الشكل اللي قدامي ده مش من 1 ل 8، اهو الشكل اللي انا بتكلم عليه ان انا مركب 8 تروس هنا، بس انا هنا حبيت احط ده عشان اوضح الفكره بتاعته. طيب فكره الميكانيزم بتاع نورتون ايه هي؟ الميكانيزم المفروض ان هو درايف شافت ودريفن شافت. الفكره كلها ان احنا زي ما احنا شايفين ده الشكل اللي هتشوفه على المكنه من بره او على مكنه المخرطه من الخارج، ان في مجموعه من الاذرع وفي مجموعه من التقوب اللي موجوده بميل معين. طيب الفكره ايه؟ الفكره ان هو بيستخدم مجموعه من الجير كون اللي هو بيرص شويه تروس، مجموعه التروس دي بعدد التغذيه اللي هو محتاجها. يعني هنا في من زد 1 لزد 4، يبقى هو الجير بوكس ده هيخرج له 4 سرعات. لو انا ركبت مثلا 8 يبقى انا هاخد 8 سرعات للتغذيه. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ بالاعتماد على حاجه اسمها تمبلر جير. التمبلر جير عباره عن ايه؟ لو انا بصيت تحت على العمود اللي تحت هلاقي ان في ترسين، اللي هو الترس اللي اسمه زد اللي هو ده، والترس اللي تحت منه اللي اسمه اس ده. الاثنين دول متوصلين مع بعض من خلال اللينك ده او اليد دي. اليد دي بتعمل ايه؟ اليد دي انا لو ضغطت عليها بتبتدي ترفع لي الجزء ده كده لاعلى، يعني تخليه يلف كده لاعلى، يعني يبعد عن الاربع تروس دول. يبقى انا لو رفعت ده ضغطت عليه من الخلف كده، يعني سحبت اليد دي من المكنه وضغطت، هتلاقي ان الترس زد بعد عن مجموعه التروس اللي فوق. طيب بعد كده بعد ما بعدت اليد دي فانا بسميه تمبلر جير، يعني ترس مترنح، يعني كاني بميله كانه بيتمرجح كده، فانا ضغطت عليه هنا فابتدى يرجع اليد دي للخلف لورا. طيب بعد كده بروح سحبه او عامل له سلايدنج على العمود هنا، بمشيه بمشي اليد دي كلها هنا، يبقى الترس ده سلايدنج جير يبتدي يتحرك على العمود. بعد ما حركته هبتدي اسيب اليد دي، لما اسيب اليد دي يبقى بعد ما كان معشق الزد هنا مع الزد 4 هيعشق مع زد 3. عن طريق مين؟ عن طريق التدريجه اللي هنا دي. يبقى انا بروح ساحب اليد من الثقب الاول واروح مميله باعد ده لورا فيبتدي يبعد عن المجموعه دي. طبعا في فيديو هحطه لكم مع المحاضره هيوضح لك الكلام ده بيتم ازاي. بعد كده بنقل واروح عامل سلايدنج، محرك ده على العمود وابتدي اسيبه يعشق هنا. عشق هنا اداني السرعه من خلال الزد 3. هبتدي اروح برده نفس الكلام، اضغط على اليد دي اخرجها من الثقب واروح ساحبها على العمود واروح مركب في ثقب تاني يروح معشق زد مع زد 2 زد مع زد 1 وهكذا. يبقى ده كده فكره الميكانيزم. يبقى الميكانيزم معتمد على التمبلر جير او المجموعه اللي هي ببتدي احركها على السلايدنج شافت ده. طيب ده شكل كده بيوضح لي الميكانيزم ببساطه. لو انت خدت بالك هتلاقي ان دول 8 تروس، يبقى معنى كده ان النورتون جير ده اللي قدامي في الشكل بيدي 8 سرعات. طب الثمان سرعات هاخدهم ازاي؟ في الترسين اللي تحت اللي احنا قلنا عليهم اللي هم دول، ترس
اسمه زد اي وترس تاني اسمه زد بي. الترس اللي اسمه زد اي والترس اللي اسمه زد بي المفروض الاتنين دول مع بعض المفروض ان انا هبتدي احركهم خلال التروس اللي موجودة عندي هنا. يبقى انا هنا هحرك مرة اخليه عشق مع زد 8، مرة اخليه عشق مع زد 7، مرة يعشق مع زد 6، وهكذا عن طريق التقوب اللي موجودة بره. يبقى انت لو خدت بالك في دراع اهو، الدراع ده الترس اللي اسمه زد اي وده الترس اللي اسمه زد بي. يبقى احنا هنا زي ما احنا شايفين كده الميكانيزم بتاعي. لو انا هطلع السرعات، اول حاجة ال N input هتدخل عن طريق الدرايف شافت، فهيبتدي زد واحد هيدي للترس اللي هو الانترميديت جير ده لزد A، وبعد كده يدي زد B فيدور العمود. يبقى N input هتتضرب في زد واحد على زد A، في زد A على زد B. طبعا الزد A هتطير مع الزد A، فهتبقى الريشيو اللي باقية بالنسبة لي هي الزد واحد على الزد B. بعد كده لو انا نقلت خرجت الدراع ده من الثقب اللي هنا وركبته في الثقب اللي بعده، يبقى زي ما انت شايف كده دي الدايره الاولانيه بتاعه الترس الاولاني. لو انا رجعت ده لورا هيسحب لي المجموعه دي كلها للخلف، وابتدي اتحرك اعمل له سلايدنج خلال العمود فيبتدي يعشق مع الدايره الثانيه، يبقى ده الترس الثاني. نفس الكلام لو نقلت على ثقب ثالث هيبتدي ينقله لي ويعشق لي مع الدايرة التالتة دي اللي هي بتمثل الترس التالت. يبقى انا هنا N1 بيساوي N input في زد واحد على زد B. لو جه الترس ده تحت هنا يبقى N input في زد اتنين على زد A مضروبة في زد A على زد B، يبقى الزد A هيطير مع الزد A هيديني N input في زد اتنين على زد B. لو نقلته هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، هلاقي بنفس السيكونس هبتدي اخد 8 سرعات من الميكانيزم ده. المميزات والعيوب بتاع النورتون ميكانيزم، طبعا هو كومباكت ديزاين بيديني من 10 ل 12 ترانسميشن ريشيو. بيبقى شورت لينس اوف شافت. لو انت بصيت هنا انا مركب التروس جنب بعضها مش سايب اي مسافات، فبالتالي ده بيسمح لي ان هو بيعمل كومباكت ديزاين. بعد كده بيكون سيمبل كنترول، هتلاقي ان كل الترانسميشن بتعتمد على سنجل ليفر اللي انا بحركه ده. الميزة الاخيرة انه برضو بيقلل حتة الاحتكاك ما بين التروس، لان اللي بيعشق هو الزوج ده مثلا او الزوج ده او الزوج ده، في حين ان الباقي مش معشق مع حاجة تانية، فده بيقلل من الوير. الديس ادفانتج بتاعته اللو ريجيديتي، طبعا كل التروس دي عاملة حمل على العمود، فبالتالي بتأثر معايا ان هي بتأثر على الجساء بتاعت العمود او الريجيديتي بتاعت العمود. بيحتاج ان انا اعمل الاوبننج في الجير بوكس وول اللي هي التقوب دي، التقوب اللي كانت موجودة هنا اللي هي الاجزاء دي. طبعا الاجزاء دي بتسمع ان هي يدخل داست او يدخل تشيبس او رايش داخل الميكانيزم، وده طبعا بيأثر على الميكانيزم. ده كده الميكانيزم الرابع بالنسبة لنا. هنقف طبعا لحد هنا، والمرة الجاية ان شاء الله نبتدي نكمل باقي الميكانيزمات اللي بتستخدم مع الماشين تول. اتمنى يكون الكل استفاد. طبعا هحاول اسيب لكم فيديو في اخر الليكتشر، واحد خاص بالباك جير وواحد خاص بالنورتون درايف، عشان نبتدي نبص عملية نقل الحركة بتتم ازاي، وابتدي اركز كويس جدا مع الدايمنشنز بتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this video, we are going to discuss the cone pulley drive and the back gear drive and see them working. These are commonly found in lathe headstocks and drilling machines. The headstock houses a spindle connected via a speed changing mechanism to an electric motor.
A cone pulley is basically a stepped cone. In this arrangement, there are two cone pulleys. The driving cone pulley is coupled directly to a motor, while the other one is driven by a belt. The steps are used as a pulley of a belt pulley system to transmit power. Four different positions of the belt gives four different combinations of pulley diameters, hence four different transmission ratios. So, from the constant motor RPM, we get four different RPMs of the driven cone pulley for the four positions of the belt. Now, how do you reposition the belt if you need a different RPM? Well, you stop the motor. There's a hand wheel to bring the cone pulleys closer so that the belt becomes loose and you can change the belt position. Now, four speed variations are not enough, so we have back gear drives. The driven cone pulley rotates freely over the spindle. A pinion gear P is fixed with it. The spindle gear S is screwed to the spindle and rotates at the same speed as the spindle rotates. There are two gears Q and R on a parallel shaft that can be disengaged. These are called the back gears. For faster speeds, the back gears are disengaged. The spindle gear is directly connected to the cone pulley using a pin. So the spindle gear rotates with the same speed as the cone pulley. So does the spindle. For slower speeds, the back gears Q and R are engaged. The pin is removed. Motion is transmitted from the cone pulley to the spindle gear via P, Q and R. Such a gear train is called reverted gear train, and the arrangement is back geared arrangement. Let's take a look at these mechanisms in a drilling machine I found. You can see the belt, a motor and two cone pulleys. Power from the motor is transmitted through the driving cone pulley to the driven cone pulley. There is also a back gear drive here. If you look closer, you can see a pinion gear below the cone pulley and the spindle gear above the cone pulley. These are the back gears Q and R. Right now the back gears are disengaged. You can see the pin that is engaged connecting the spindle gear to the cone pulley. The cone pulley gives us four variations in speed. With the back geared arrangement, we get eight different speeds. Four faster speeds when the pin is connected and four slower speeds when the back gears are engaged.